سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. صباح الخير صبايا، صباح مشرق بالأمل بالله، صباح أمل كبير برب العالمين إنه يغير حالنا لأحسن حال، ويرحم الأموات ويشفي الجرحى ويعين كل مصاب على مصيبته، اللهم آمين. هذا الفيديو مصور من قبل يوم الزلزال بيوم، يعني يوم الأحد. يومي كان هيك طلع كتير شغلات أنا وعم صور، يعني صارت شغلات كتير أنا وهيك عم صور، حسة يعني عم تعيقني اني صور، بس سبحان الله كملت تصوير اليوم كله على اساس نزلوا الفيديو 2 أو 3. فهذا التصوير للفيديو قبل حادثة الزلزال. هون كان بدي ساوي البيت، جايين ضيوف المساء، ضيوف لزوجي يعني، كان جاي المساء، فحبيت اعمل هيك اكلة حلو لحتى يعني للضيافة. فقلت بدي ساوي هون كيك، يعني جاتو اعمله بس على شكل قطع، يعني مو جاتو عادي هيك قالب كيك وبس، يعني حبيت اعمله قطع وزينه بالكريمة والشغلات اللي موجودة عندي. يعني عم اشتغل بس باللي موجود عندي، مثلا ممكن يكون ناقصه كريمة اكتر، غراض اكتر، بس انا اشتغلت باللي عندي. هلا انا هون بيض استخدمت 7 بيضات لانه كبار، اذا مو كبار 8 حسب الكميه اللي كنت تعملونا. بدي اعمل يعني كميه كبيره، اذا ما بتكون كميه كبيره نص الكميه بتكفي. حطيت لهم تقريبا كاسه ونص سكر ومعلقه فانيليا كبيره مو صغيره، او 2 فانيليا اذا من الظروف، وهيك خفقتهم كتير منيح لحتى اتاكد انه السكر داب فيهم. بدي اضيف لهم بقى السوائل هون، بدي احط لهم حليب ولبن، تقريبا نص كاسة حليب وكاسة لبن، نخفقهم كمان نرجع منيح مع الزيت. حطيت لهم 3/4 كاسة زيت، او بتحبوا تحطوا زبدة مثلا سايحة بتحطوا لها، انتو شو متعودين تحطوا للكيك بتحسنوا تعملوها. بس هاي الخلطة بنعملها باللبن لحتى يطلع هيك الكيك طري وقت اللي بدنا نقسمه بالنص. بس انا صارت معي شغلة هلا بخبركم عليها، انا وعم اشتغل فيه بالفرن طلع عندي البيكنج باودر كأنه خالص مفعوله، مع انه ما له زمان كتير عندي، برغم اني حطيت 2 بيكنج باودر بس ما نفش مثل العادة، يعني هو ما أنا مخفس بس ما له نافش مثل العادة. وحطيت 2.5 كاسات طحين، نخلتهم منيح وحطيتهم فوق الخليط السائل وهيك حركتهم ليطلع منهم الهواء مظبوط، وضل عم حرك يعني لحتى يطلع هيك الهواء. بعدين انتو الصينية اللي بتحبوها، هلا انا حطيتها بهذا البيركس مشان وقت اللي بدي اقسمه يعني بالنص، يعني هيك بعرض الكيك ينقسم معي بسهولة وما ياخد وقت معي كتير وما يخرب شكله. فحطيت هيك الكمية طلعت كبيرة شوي على البيركس لانه انا عبيته نص وشوي، فزادوا شوي حطيته انا بقالب تاني يعني، فما في مشكلة يعني قد ما طلعت الكمية. هيك أكلات ما بتنكب كتير بيحبوها الأولاد، وقد ما كترنا منها وبتضل بياكلوا منها، يعني منه للضيوف ومنه للبيت للأولاد. فحطيتهم على درجة حرارة 180 تقريبا، عيرت لهم 40 دقيقة وبس من تحت، وحميته نص ساعة من قبل. هو أهم شي تحماية الفرن من قبل يعني لحتى يطلع الكيك ناجح. مثل ما قلت لكم ما نجح 100% النفشة تبعه، لأنه البيكنج باودر غالبا خالص مفعوله، ما عطى مفعول النظامي تبعه، يعني أنا أول مرة بستخدمه بس ما بعرف ليش هيك طلع. هلا انا من قبل قصة الزلزال كنت حابة اغير طقم الكنبايات، اما اعمل له تجديد يعني نجده من اول وجديد،
او انه غير الطقم كله. كنت ناوي هيك انا وزوجي يعني ننزل نفتل الاسواق بالاسكيجي بازار يعني بالمحلات الموبيليا نسال شو الاسعار، لان اتقصت عن الاسعار والله غاليه كتير يعني جدا فوق الطاقه يعني. فقلت التجديد ممكن يكون افضل، بس لسه ما عملنا هيك البحوث تبعنا عن الاطقم الجديده قديش ممكن تكلف. يعني بدي اياكم تنصحوني بالوان لطقم الكنبات اذا نجدته او اذا اشتريت جديد. يعني انا لا بدي غامق ولا بدي فاتح، مثل ما تكون شايفين هذا الغامق مباشره الغبره والهيك الزغب بيبين عليه، والفاتح كتير هدول مثلا المفارد كتير بتوسخوا وصعب تنظيفهم، ولونهم يمكن لانه اصلا على بيج هيك صفاري فبيبين عليهم اكثر يمكن، ما بعرف. فاللي عنده تجربه هيك شغلات يفيدني بالتعليقات. جزاكم الله خير. هلا ساويت لبيتك على بكير وعملت أكلة الحلو لأنه عندي موعد طلعة من البيت، وكمان بدنا نجيب اغراض فما بلحق كتير اني اشتغل بالبيت. فأمنت اهم شي على المنتفعات وعلى الصالون، قلت شان اذا اجونا الضيوف المساء وما كنت ملحقة يكون خالص لعلي. وحابة هيك لكم على شغلة الموسيقى والاغاني، ممكن هلا انا مو محبة بالموسيقى او بالاغاني بحطها ممكن بالفيديو عندي، بس انا من النوع اللي ما كتير بحكي او ما يعني ممكن في شغلات يعني ما بتحكي مثل التنظيف والهيك يعني ما بحب الحكي كتير. فانه بلاقي الموسيقى وقت بحطها بضل يعني اسلس الفيديو، عرفتوا علي كيف؟ بس باذن الله يعني نويت انه خلص ما بقى احط موسيقى، انه خلص يعني اذا تعتبر سيئات الواحد بلاله اياها مناقصنا المناقص الواحد، ف الله يقدرنا يا رب. هلا مثل ما شفتوا بعد ما طلعت الكيك وتركته يبرد تماما كنت خلصت البيت، مشان هلا زينه حطيت كريمه، حاستخدم كريمه بيضة وكريمه على كاكاو. فانا ما عندي هاي العلبه اللي تجي لها غطا ونحط بقلبها الخفاقه حتى ما تطرش، فهيك حطيت الستريتش وعن طريقه يعني كمان هاي طريقه بديله الواحد عشان ما يوسخ الدنيا هو عم يشتغل. وحطيت قسم بكيس الحلواني وقسم بال بدي دهن ودهن يعني بدون كيس الحلواني. هلا الكريمه البيضه كانت اكثر من هيك، بس مثل ما قلت لكم صار كثير شغلات يعني انا ما عم اشتغل هيك طاقه الزبديه الكبيره البلور اللي عم اشتغل فيها، لهيك ما يعني ما كفيت عندي الكريمه يعني ما طلعت كثيره بالاحرى. ومثل ما قلت لكم انه ما نفش النفش اللي بدي اياها، انا لقيته انه ما خرج سمه بالنص، فهيك حطيت على نفس سماكته بس هيك قسمتهم بحيث حطهم فوق بعضهم يطلعوا طبقات واحشي بين الطبقات، عرفتوا علي كيف؟ استخدمت هذا القالب البيركس اللي عندي لحتى يطلعوا هيك شكلهم حلو، وبعد منها بقى قطعتهم وصرت زينهم. هلا من القفا قمت هيك الشغلات اللي ممكن تكون هيك محمرة شوي او كذا، وما في داعي كمان حتى ينقاموا لانه حتتغطى كلها بطبقة كريمة. كنت حابة اول شي غلفه كله بالكريمة البيضة بعدين حط عليه كريمة شوكولا، بس مثل ما قلت لكم انا عم اشتغل فرطيت الزبدية كلها يعني صارت مثل الملح. فباللي ضلوا موجودين عندي زينت نصهم بالكاكاو نصهم بالسكر البودرة، وكمان عندي كيف استوى حلبي ممكن اذا في جوز اذا في شوكولا قطع يعني اللي موجود عندكم ممكن تزينوا فيه.
كان الجو يومها سبحان الله كتير برد، كتير أمطار وتلج، يوم شوي ينزل مطر شوي ينزل تلج، يعني ما عرفنا الجو ما عاد استقر على حاله. فكل اليوم والمساء بالليل يعني ولا وقت صار زلزال كان هيك الوضع. حطيت الكيك بالبراد، يعني تركته بالبراد لحتى يضلوا متماسكين، ورحنا مشوارنا وجبنا أغراضنا. فقلت له هيك فضيون، يعني كتير شغلات اللي ممكن نستخدمها يعني تجيبها بكترة، وهذا الرز الطويل كتير منكم سألني عليه، هذا صار على طول متوفر بالبيم، موجود اسمه بسمتي، رز بسمتي موجود بالبيم على طول، صار متوفر، كان بالعروض ينزل بعدين صار متوفر بالبيم. هلا انا من النوع اللي بحب كتير انزل اجيب اغراضي بايدي، يعني مع انه زوجي شو بدي بيجيب لي مثلا بيوم العطلة او قبل ما يروح على شغله، بس انا بحب انزل اجيب اغراضي. فوقت اللي بيكون معطل او بيكون ابني نازل معي فبستغل هيك الموقف، والشغلات التقيلة يعني اللي بتلبكني بالحملان بشتريها بوقتها مشان هنن يحملوا معي. بتعرفوا المنظفات لحالهم يعني هن كم قطعة بس وزنهم كتير. لهذا البخاخ البردقاني لكل شيء أسطح موجود بالمطبخ، للطاولات، لكل شيء يستخدم باخده من البيم ونازل بالبيم. يعني هدول المحارم محارم معطرة هنين، شفتهم عند التسنيم ولقيتهم كتير زراف، فوقت شفتهم نازلين بالبيم أخذت منهم سليبي اسمهم هنين، هن لتنظيف لكل شيء. فعلا عن جد بتحسون هالاختراع عن جد لا يوصف، كتير ظريف ومالهم غني، يمكن حقهم تقريبا 29 أو 30 ليرة. وحبيت أجرب كمان القطع منظف الجلاية كمان جديدة نازلة، لقيتهم مو كتير، يعني أفضل شي لقيته لحد هلأ هو الفيري، يعني من بعد الفيري ما لقيت شي ظريف، معني جربت الفينيش وجربت كذا نوع ما لقيتهم ظراف. وبما انه برد كتير يوميتا، ونحن من عاداتنا يوم البرد بنعمل شوربة العدس، بس حبيت اعمل هالمرة شوربة عدس تركية اسمها الايزيغولين، يعني هي بتجي لونها هيك حمراء بيحطولها خضرة. قليت بصلة اول شي تركتها شوي لتتبل، بعدين ضفت لها جزرة وبطاطاية واحدة، يعني ما منكتر. شفتوا غسلت كاستين تقريبا عدس، ما معيرة انا يعني، بس هذا المقدار اللي بكفينا، ما بحب كتر كتير، ما بحب اتباط كتير، يعني تاني يوم ممكن بعدين ما تاكل. قليتهم كلهم كتير هيك منيح مع بعض، بعدين ضفت لهم تقريبا لكل كاسة بدل لتر مي لحتى تطلع هيك راكزة، وبتركهم بقى هيك لحتى يغلوا مزبوط وتستوي الخضرة معهم على جنب، وتحطوا زيت نباتي او زبدة انتو اللي بتحبوا. حطيت هيك نص معلقة صغيرة دبس فليفلة حتى، وحطيت دبس بندورة معلقتين كبار كمان، وملح وفلفل ونعناع، بس هيدا اللي بيحطوا له اياه. وبتهيك بتقلبون منيح مع بعض على مع الزيت والزبدة، وبعدين بتضيف لهم شوية مي. انا حطيت لهم ماجي، بحب طعمة الماجي مع شوربة العدس، مع اني ما كتير من مشجعين الماجي، ما بستخدمه كتير، بس يعني في اكلات بيطلع ظريف فيها. هلا بما انه تأخرنا كتير بمساواة الاكل وتأخرنا بكل شي، فحبيت اعمل شي سريع. هدول موجودين جاهزين بالبيم وكل الماركات موجودين، هي اسمها تيبسي بوريك، بقلبها في سبانخ كتير طيبة، وهدول الأصابع بيجوا بقلبها جبنة. هلا الأجبان مو كتير ظريفة عندهم، يعني اللي بتجي هيك جاهزة، خاصة اللي بالبيم والشوك والآيوز بير، هدول مو كتير ظراف، بيجي الجبنة اللي بقلبهم، بس التشكيلة يعني مع السبانخ، أما هي السبانخ كتير طيبة بنصحكم تجربوها. هلا انتو فيكم تحطوها بدون ما تدهنوا شي لأنه هي فيها أصلاً،
وفيكم تعملوا مثل ما انا عملت لحتى تطلع هيك طريه وهشه اطيب، يعني ما تتركوا مثل ما هو. بس لا تنسوا تحطوا تحت منها ورق زبده لانه انا نسيت انت عزبت لي في الصينيه. وهيك دهنتها بحليب وزبده انا اصلا، وحطيت لها ملح وحطيت على وشها حبه البركه، وهي هيك الشوربه صارت جاهزه. كتير كتير طيبه هالشوربه، بنصحكم تجربوها. والبريك بالفرن ما بتاخد 20 دقيقة، من فوق ومن تحت بشغلها على المروحة أنا، وإذا حتى لا بدون مروحة بتطلع هيك ظريفة ومنقرشة. يعني عشا هيك خفيف نظيف وغير مكلف وما بده كتير شغل. وصحتين وهنا على قلوبنا وقلوبكم يا رب. وهيك كانت الضيافة، هيك زبطت الضيافة قبل ما يوصلوا الضيوف، وصبيت العصير وجهزت لهم لزوجي. وهون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى من كل قلبي يزيد للحزن ويزيد الأسى ويزيد الشدة عن الجميع يا رب، ويرحم الأموات ويساعد الأحياء اللي بقيوا بلا مأوى. اللهم آمين يا رب العالمين. بشوفكم بفيديو جديد، وهلا بلكم، دمتم بأمان الله.